الحليمة المالكي ساكنين في الدوار بينا تفرعنا بالغبرة واكلينها ماشي غير تفرعنا تخنقنا شتيدير كاير شغيف الصباح بكري ويمشي كاير شغيف حدا رويشة حدا رويشة كيصبح غير حدا رويشة ويمشي خلفة ديال الطريق اللي طلبنا منهم ها ما طلبنا شي حاجة كثيرة خلفة ديال الطريق والجوج اللي كينوضوا بكري كيمشيو يخدموا حنايا من جوج وراه فايقين فيقونا ماني نرموكات ولادنا راه تخنقوا راه بالدوايات راه 30000 ريال انا مني 30000 ريال اللي كنصرف على ولادي ديال الحساسيه شوف رجلينا ولادنا تخنقوا راه ما رش ما كيرشيوش راه شوف الحفرات في الطرقان راه كنطلبوا منهم غير يصوبونا الطريق راه ما عندكم الحفاري بالضبط هنا ملبون بلا عند ملبون بلا لا عند الرادي غير 15 عنده مالو مالو كان ديال الطبيب تاعها اللي درنا كيقول لك فقر الدم كيقول لك مريض بريه قال لك مريض بالغبره قال لك شريوا له الرابوس الرابوس السي ما عندنا باش نشريوه واللي كان انت كتشوف ميتي الوثائق ديالو نجيبهم لك وقال له المدير انت ما خصك تمشي بحالك وفين غادي يمشي يطردوه حتى من المدرسه بغاو يطردوه ودينا عاود ردينا شرينا الدواء ما قورنا والو شوف الحساسيه الغبره والله الا الغبره فيه الله يرحم الوالدين كنطالبوا مع المولي الكريانات كنطالبوا الى الطريق يصوبوها لنا ما كنطلبوا من الناس حتى حاجه هذه تقريبا واحد 13 عام ولا 12 عام هاد الطريق مخلينها كنتقدوا في صحتنا وكنضروا هاد المولين الكاميونات الرمايك والشاحنات كاملين كلشي كيدقدق من ناحيه لي رسول الكاميونات الشيافر كيدقدقوا هما بزاف ديال العطب هاد الناس ما بغاش يصوبوا لنا الطريق حنا كنطلبوا من هاد الناس الطريق يصوبوا لنا شي حل بالنسبه لك انت باش يصوحوا ايوا اخويا عندنا الحل الطريق حنا كنطلبوا الحل ديال الطريق ما عندنا حتى شي حاجه اخرى غير الطريق يصوبوها لنا هاد مال الكريانات كاملين هاد الشيء اللي كنطلبوا من هاد الناس وعندنا ضرر عندنا الضرر في الكاميونات عندنا الضرر في الناس الساكنه اللي في الدواور بزاف د الحوايج كنلقاو مشاكل الناس الساكنه الناس ديال الساكنه كنلقاو معاهم مشاكل بزاف بحال زعما من ناحيه السكوس والغبره وبزاف د الحوايج كيضروا بزاف كاع هاد الناس لا اله الا الله محمد رسول الله غيدخل شكون اللي غيهضر هضرنا وهضرنا وهضرنا شكون اللي غيسمع لك شكون اللي غيسمع لك الكاريانات ما مستافدين منهم حنا حتى بشي حاجه غير بالغبره باش مستافدين حنايا غير بالغبره داز كورونا حبسوا كلشي في الديور حتى سنترال الدراري الصغار جرم دان في كورونا ما عورونا حتى بخنشات الطحيله عند المسكين وهو كلشي المسكين في الديور باش مستافدين حنا من عندهم الرجال ديالنا شنو عطاونا عطاونا غير الغبابر الزيتير كيرش غير جوج خلفات والطريق شوف فين راه واصل بالغبابر وكل تشكي كتصبح الصباح وكتصبح الضبابة بحال الشتا 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 كتجي تشوف في الخمسة الصباح لا عند الستة جي تشوف ولي يطلق الماكينة ما كيرش والماكينة ما كاين غير دقدق الغبابر طالعة للسما الخدامة ديالنا راه واكلين غير الغبرة يلاه تمشي يلاه تمشي تصور السطوحة ديالنا تشكي دايرين بالغبابر يلاه دخل المحل دخل المحلات لداخل